غير تايه على متولي وشعوري للعلم تولي. غير تايه على متولي وشعوري للعلم تولي وديني هتكلم على متولي. كلام يشبه سلاح ماضي من مؤلف عالورق ماضي ودي حادثة في العهد الماضي متولي. يا للجاوي يا للجاوي يا متولي يا للجاوي متولي يقول ما بيديش والوحدة عليا ما تعديش جه الطلب وخدوا الجيش. متولي يقول ما بيديش والوحدة عليا ما تعديش جه الطلب وخدوا الجيش. متولي يا للجاوي يا للجاوي يا متولي يا عسكري واخر النهار خدوا عالبلوك. متولي عاجب عسكري واخر النهار خدوا عالبلوك. يا مع البلوكات اتوا عالم شوفوا الفرد لما يأتي علام وخد ست شهور يتعلم. متولي يا للجاوي يا للجاوي يا متولي يا للجاوي. يا ابو الزين عندك فدار بالنار وشبابيكة. زين عندك في الضرب النار وشبابيكك في الضرب النور وخد شريطة في ضرب النار. متولي يا للجاوي يا للجاوي يا متولي يا للجاوي. يا ابو زين عندك في ضرب النور وشبابيكك. ضرب النار وشبابيكك في ضرب النور وخد شريطة في ضرب النار. متولي يا للجاوي يا للجاوي يا متولي يا للجاوي. الراجل الخالي ما بيشاويش ولو في الطوارئ بتشاويش. الراجل الخالي ما بيشاويش ولا في الطوارئ بتشاويش وغيط بالغ بتشاويش. وجاتوا قرطة من منجبات تبع أسيوط. ماشي بكيفه واهله بالمال بيكفوه.
ابني ليه يا جبان روحت في نفسك جوا جبانة وانا صرت اختك جوا جبانة متولي يا جيلي جاوي يا جيلي جاوي يا جيلي متولي يا جيلي جاوي متولي لما شاف الصورة بقى ذليل ونفسه مكسورة وقام سريع راح للكومندار متولي لما شاف الصورة بزق متولي لما شاف الصورة بقى ذليل ونفسه مكسورة وقام سريع راح للكومندار باخد العشر والجازه لو عملت غلط اجازه امانه يا بيه اديني اجازه دنيا غروره لما تولي لو كان عالقدر ومتوالي قاله ملك بيها يا ميت ولي ملك فيها يا متولي قال له يا بيه ابويا في خطر اسبوع مضاله وصرح له باسبوع مضاله وصرح له تلعتيه يكون جرح صعيدي مليان افكار السعادي ركب في القطر الصعيدي متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي يا متولي يا جيل جاوي تلعتيه يكون جرح صعيدي طلعتيه يقول جرح صعيدي مليان افكار السعادة ركب في القطر الصعيدي متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي يا متولي يا جيل جاوي ركب في القطر الصعيدي والساعة 4 وصل بلد عيلة كريمة تقدم علبتهم عيلة كريمة قدم علبتهم وربط لهم علبتهم روح وخبط على بيتهم متولي يا جيل جاوي يا جيل جاوي يا متولي يا جيل جسمي استوى واتبرى انا جسمي استوى واتبرى كمان تهموني وبقيت برا ابو قال على الباب مين اتى برا قلت انا جسمي استوى انا جسمي استوى واتبارى كمان تهموني وبقيت بر ابو قال على الباب من اتى بر قال له افتح يابا ده انا متولي قال له افتح يابا ده انا متولي دخلوا على بعض سلامات عزم على بعض سلامات ليه تاركني وتنسلمات
سلام على بعض سلامات. دخلوا على بعض سلامات، عزم على بعض سلامات، ليه تاركني وتنسى اللمات؟ متولي يا جاوي يا جاوي يا متولي يا جاوي. قال يابا مش عايز سلامات، عايز اعرف فين اختي شفيقة. من تاني ليلة أختك صبحت عليلة وماتت والدوام لله. متولي يا جيلجاوي يا جيلجاوي يا متولي يا جيلجاوي. قال له من بعدك تاني ليلة يا ابن أختك صبحت عليلة وماتت والدوام لله. لو انت ربيتها يابا، لو بنتك ربيتها ما ترافقش وتاخد الدور بيتها. يابا لو بنتك ربيتها ما ترافقش تاخد الدور بيتها. طب قوم وريني الدور بيتها. قال له يا ابني اختك من يومك مشت، اختك من يومك مشت وسابتني ولا اختشت، وابوك عجز وعجله شت. متولي وسابتني ولا اختشت، وابوك عجز وعجله شت. متولي يا جيلجاوي يا جيلجاوي يا متولي يا جيلجاوي. طلع متولي من البيت زعلان، طلع تايه من المنزل، يقول العجل من نزل قطع ورا جلاسيوتي ونازل. متولي يا جيلجاوي يا جيلجاوي يا متولي يا جيلجاوي. في أسيوط قابلوه ثلاثة أصحابه، قابلوا طلعت أصحابه وقالوا له رايح فين يا متولي؟ هسعى لما يروق بلديكم، هتبكي والدمع بلديكم، وازور سيدي جلال في بلديكم. صوروه سيدي جلال نزل على الحد تبيهم، يقول ده عمي ودخل. يقول ده عمي ودخل سجان اللي ناسى الود، خل على قهوة العتين ودخل. متولي يا جيلجاوي
معلمها بكراسي. قال يا معلم هات كراسي وطلب طلبات لاصحابه وهو مرضيش يشرب. قال له وحش في جبالك اياك كلام اجيبه لك انت تشربي هاجيبي لك. قال له هاتلي شاي الغلب مر. قال له هاتلي شاي الغلب مر سمعوا المعلم وراح له. المعلم راح المتولي يا خينا داير بكمالك ما كنت قاعد بكمالك اياك خدوا من البوك مالك. يا خينا داير بكمالك ما كنت قاعد بكمالك اياك خد من الفك مالك متولي. يا جيرجاوي يا جيرجاوي يا متولي يا جيرجاوي. قال له يا ريت راح مالي ده انا المتعة كسلي وراح مالي عشان واحدة اسمها شفيقة. قال له يا ريت راح مالي الموت بقى ستر وراح مالي المال عكسني وراح مالي متولي. عشان واحدة اسمها شفيقة مجمن تجرب ليك لو في الجواب تجرب ليك انت زبونة ولا تجرب ليك. اهو ده كلام صاحب المطرح. انا راجل ريس كلمتين والحب بهدل كل متين عايزة جابلها في كلمتين. انا راجل ريس كلمتين والحب بهدل كل متين عايزة جابلها في كلمتين. في
العذاب قلبي بربي علشان يآمن بربي خدوا من ايده طلع برابي متولي شفيق عالبلك ونادي شاف اخته والعجل منه زل وحياة العليل العلم زل بعد صحابه طلع المنزل متولي تفتكرهم زباين تجعل اصحاب اخوها زباين جبلتهم على السلمات قالت يا حبايب سلامات عايزه تعمل لي المسلمات جبلتهم على السلمات قالت يا حبايب سلامات عايزه تعمل لي المسلمات واحد من صحاب اخوها سالها وقال لها انت جميل وشغلت البال بلديك لو تطلب ورق بلديك بس قول لنا منين بلديك